طيب خليني اكلمك على ان بجي اللي فايلر مش مقتنع بيه بشكل كبير عمل خناقه مع احد المواطنين الافارقه وبالتالي تم احالته للتحقيق وفي اتجاه لتغريمه ماليا من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. ده فيما يخص النادي الاهلي. النهارده كمان فايلر قاد اول مران. فايلر كان عمل المسحه مسح الكورونا، عمل النادي الاهلي عمل المسحه الثالثه. هيكون في جلسه ما بين لجنه التخطيط وفايلر حوالين استمرار صالح الجمعه. هل هيتم تجميد احمد فتحي الظهير الايمن اللي خلاص هو السنه الجايه متواجد في بيراميدز؟ وزي ما قلنا لكم امبارح في البريمو ان كان في محاولات لاقناعه بالاستمرار. خليني اقول لك ايه الاسباب الحقيقيه اللي خلت احمد فتحي يرفض المحاولات معاه داخل النادي الاهلي للاستمرار والتراجع عن اتمام صفقته مع نادي بيراميدز. رقم واحد، احمد فتحي مش عايز يتعامل معاه زي ما اتعامل مع عبد الله السعيد وحسام عاشور. عشان اجيب لحضرتك من الاخر، لا عايز لما يعني يرجع في كلامه مع بيراميدز انه يتم تجميده، رقم واحد، ان ما يلعبش، انه يبقى من الاخر تحت رحمة حد. ده اللي بيفكر فيه وده اللي مركز عليه احمد فتحي. هو مش عايز يكون تحت رحمة حد خالص، لان بالتالي لو تراجع عن تعاقده مع نادي بيراميدز واستمر في الاهلي، ومن الاخر كمان هو مش عاجباه الطريقه اللي تم التعامل فيها معاه بعد ما وقع لنادي بيراميدز وحاله الغضب الكبيره، خليني اقولها بشكل مهذب، اللي كانت على احمد فتحي بعد توقيعه لنادي بيراميدز. السبب الثاني وهو سبب مهم جدا أنه حصل على مقدم مالي كبير، وفي نفس الوقت إدى كلمة المسؤولي نادي بيراميدز وهو مش عايز يرجع فيها. ده ملخص استمرار أو تحفظ أو رفض أحمد فتحي في العودة يعني مرة تانية أو أن هو يستمر مع النادي الأهلي. لكن بقى بعد الموقف ده، وده اللي هنشوفه في المباريات اللي جاية، هل احمد فتحي هيكمل مع النادي الاهلي؟ هيكون اساسي؟ هيتم الاعتماد عليه؟ في وجهه النظر داخل النادي الاهلي، وجهه النظر الاولى بتقول ان فايلر كان متضايق جدا ان فشلت المفاوضات مع احمد فتحي باعتباره ان هو واحد من اهم اللاعبين مش في النادي الاهلي بس بل في مصر. ده وجهه نظر الراجل مش وجهه نظري. انا بنقل لحضرتك معلومات. في وجهه نظر ثانيه من مسؤولين داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي شايفة إن ليه أعتمد على أحمد فتحي وهو كده كده هيمشي أو هو كده كده مش هيكون معايا وما جددش، ومن الأفضل إن إحنا نبدأ نجهز في محمد هاني اللي ظهر بأكتر من شكل مميز في المباريات مع النادي الأهلي بفترة من الفترات. لكن فايلر عليه بعض التحفظات على أداء محمد هاني. ده فيما يخص النادي الأهلي وفيما يخص اللي بيحصل داخل النادي الأهلي. سريعا عشان أروح لفاصل واستقبل